السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال هذا النهار غادي نوريكم كيفاش كنخبي العيوب اللي عندي في البشره، كيفاش كنخبي الهالات السوداء الوجه ديالي اللي هاد الفتره هادي فيه الحبوب بزاف، وكيفاش كنعطيه اشراقه طبيعيه بالما يبان بانني دايره المكياج بزاف. اول حاجه كندير تحت عينيا سيروم ديال الكلينيك اللي كيفشي شويه الانتفاخ اللي عندي تحت العين. من بعد كندير كريم مرطبه، كنستعمل كريم بالفيتامين او ديال دو بادي شوب اللي كتعطي واحد الاشراقه للوجه. هو من الافضل المكياج انكم تستعملوا البرايمر، ولكن ملي كيكون وجهكم فيه الحبوب بزاف كما كتعرفوا البرايمر كيخنق المسام ديال البشره وكيخلي البشره الدهنيه ينط فيها بزاف ديال الحبوب. هادشي علاش كنتفادى انني ندير برايمر وكنستعمل فقط كريم ايدغاتونت. من بعد كنوضع الفون دو تون ديالي، هنا استعملت بيوتي بلاندر ولا ايبونج بلاندر ديال لوريال اللي ما عجبتنيش ابدا. ومن بعد رجعت للبيوتي بلاندر الاصليه اللي كتعطي نتيجه طبيعيه ورطبه وسهله في الاستعمال. الفون دو تون اللي كنستعمل هنا هو دريم وندر نيود ديال ميبلين، عندي لاتانت كاميو بيج اكلا نيميرو 20 اللي كتعطي تغطيه متوسطه وسهل في الاستعمال وكيعجبني بزاف لانه ما كيخنقليش البشره ديالي. من بعد كناخذ لا باليت ديال لي كوريكتور دو او ال اف، كناخذ اللون الاخضر كنوضعه فوق الحبوب اللي كيكونوا حمر باش ما تبقاش داك الحموريه بزاف، واللون الوردي كنوضعه فوق الهالات السوداء ولا المناطق الداكنه اللي عندي في الوجه باش كيعطي واحد الاشراقه. من بعد كناخذ البيوتي بلاندر وكنعاود نخدم كلشي مزيان 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 باش كلشي ينسجم. هاد لي باليت اللي كيكون فيهم لي كوريكتور من الافضل تستعملوهم في الاول قبل ما توضعوا الفون دو طون، ولكن هاد التركيبه ولا لا ماتيير ديال هاد لا باليت هادي ما كتبغيش تخدم، ما كانتش كتعجبني ابدا في الاول، فلقيت لي هاد الحيله انني كندير الطبقه الاولى ديال الفون دو طون كنخدمها فوق الفون دو طون، بالتالي كتنسجم مزيان مع الفون دو طون. عاد كنزيد طبقه ثانيه كما شفتوا اللي هي خفيفه، ويلا كنحصل على التغطيه اللي انا محتاجها. الوغ من بعد كنستعمل هاد الكوريكتور انستون انتي اج ديال جيمي مايبلين اللي كيعطي واحد التغطيه اللي هي متوسطه، ولكن التركيبه ديالو زوينه، سهل في الدمج وسهل حتى في الاستعمال كما غادي تشوفوا، وكتعطي نتيجه اللي هي زوينه واخا تغطيه متوسطه. وضعوه بكل بساطه على شكل مثلث صغير تحت عينيكم، حاولوا ما تطلعوش بزاف تتقربوا على عينيكم، ومن بعد كتخدموه مزيان بيوتي بلاندر ولا بيديكم ولا بان بانسو باش كيدمج مزيان وكيعطي الاشراقه تحت العين. من بعد كنستعمل لا بودغ ديال بورجوا، هنايا عندي لا بودغ كومباكت اونيفيانت لا تانت 72 سابل روزي اللي كنوضعها بانسو كبير غير اون تابوطون هكا باش ما تحركوش لا ماتيير فوق وجهكم، غادي تعطي تغطيه اضافيه للوجه وغادي تخلي الوجه ديالنا ما يلمعش وتفيكسي لينا الفون دو تان و لي كوريكتور. من بعد كناخذ بانسو صغير كنهز شويه ديال برونزين باودر من هاد لا باليت هادي دو الف، كندير شويه في لي جو ديالي فوق العظم، كديروا لو موفمون ديال لو بواسون باش يبان لكم داك العظم، شويه هنايا باش نزول داك لافي دوبل مونطون وفي العظم ديال النيفيل. من بعد كناخذ بانسو كبير اللي كنبلاندي به كلشي باش ما كتبقاليش لا ديماركاسيون في الوجه، جوست بور ديفينير ان تي بو لو فيزاج ديالنا، اي اوسي في لو فرون يمكن لكم ديرو ان تو بتي بو باش تريشوفيو لو طون ديالكم. من بعد كندوزو للحجبان، وهنايا كنستعمل اون بتيت باليت ديال الحجبان ديال او ال اف اللي كناخذ لا كولور ديالها لا بلو كلير، ما كنستعملش انا لا كولور فرونسي، اي كنديرها جوست فوق البلايص الفوقانيه ديال الحجبان، يعني كنطراسي الحجبان من الفوق فقط، وشويه اللي شاط كنخدم به الدخلاني ديال الحجبان باش كيعطيني نتيجه اللي هي طبيعيه. من بعد كناخذ اون بوتيت بروس وكنمشط بها الحجبان ديالي باش بوغي بارتير ديك لا ماتيير اللي درناها فوق الحجبان. من بعد كنوضع واحد الكرايون روزي ناتوريل في لا ميكوز باش كيزول الحموريه اللي في لا ميكوز وكيكبر العين، هذا ديال ويتان وايد اللي خديته من عند بيلا كوزميتيك. اي بطبيعه الحال كندير الماسكارا اللي هي الماكياج بريفيري ديالي واللي ما نقدرش نخرج بلا بيها، هنا كنستعمل الفوليوميسيم اكسترا بلاك ديال لوريال اللي كيعطي الفوليوم فوا 5. كناخذ واحد البانسو ديال ريل تكنيك اللي كيعجبني بزاف بزاف بزاف، كناخذ شويه ديال الايلايتر ديال بورشوا كنديرو فوق نيفي شويه هكا فوق الحنيكات بحال اللي كينفخ الحنيكات وكيعطي واحد لافي بون مين، ما كانش كيعجبني ابدا هذا الايلايتر ولكن هذا البانسو كيهز لا ماتيير بطريقه زوينه.
من بعد كندير شويه ديال البلوش ديال او ال اف اللي كيعجبني بزاف بزاف بزاف، وسورتو ان هاد البانسو هذا صغير وكتهز لا ماتيير شويه وكتخدمها بطريقه يعني بيان بريسيز في المنطقه اللي انت باغي توضع فيها، فما كيجيش الحنك كامل حمر نتيجه اللي ما كتعجبنيش ابدا. من بعد كناخذ ان غرو بانسو اللي درت به لا بودر وكنحاول نمسح شويه وجهي باش ما تبقاش لا ديماركاسيون. من بعد كنوضع احمر شفاه ديال ويتان وايد اللي كيعجبني بزاف، عندي لا ريفيرونس بيريز فول اللي اللون ديالها قريبه من اللون ديال لي ليفغ ديالي، فبالتالي النتيجه كتجي طبيعيه وكيعجبني بزاف ليفي ديالو شويه ايفي مات ولكن ما كينشفش ابدا الشفاه. اي فوالا هذه هي النتيجه، كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا. كيف ما لاحظتوا كاين فرق ما بين البدايه والنهايه، كاينه اشراقه في الوجه، اللون ديال البشره ديالنا موحد، الحبوب ما بقاوش كيبانوا بزاف، الحالات السوداء ما بقاوش حتى هما كيبانوا، وهذا هو الهدف من الفيديو ديال هذا النهار. الا كان عجبتكم لايكوا لا فيديو، بارطاجوها مع صحاباتكم، وانا نتلاقى بكم في الفيديو المقبله. سلام.